خلي بالك مع رئيفة المصري. مشاهدينا الكرام، اليوم مثل كل حلقة بفالك ببالك ضيفنا إنسان مميز، إنسان مضيء ولكن بحب اختراق الحواجز، جريء، متمرد، فيلسوف، درس ودرس الفلسفة بجامعة دمشق، دمشقي حتى النخاع، واسمه صلاح. صلاح ولا هذا الاسم صلاح يلي اخترته على الفيسبوك؟ لا لا، هذا اسمي الحقيقي، أنا اسمي صلاح وبالعلامة الحاج صالح كمان. تمام. بس الفيسبوك اختار صلاح صالح. أوكي، برحب فيك صلاح. صلاح ضيفنا صلاح صالح. ببالك ببالك. أهلا وسهلا فيك رايفة مصري، كثير سعيد وفي اللحظات الصعبة صعب الكلام. اليوم كان دوما لا دوما بحس لما فوت بدرس من 20 سنة، بس دوما لما فوت على القاعة بحس كأنه لأول مرة. وهلأ معك مش أول لقاء أكيد، بس دوما كأنها المرة الأولى، ويبدو الحياة هيك لما تمارسها كأنها المرة الأولى وكأنها المرة الأخيرة، لازم هيك نمارس الحياة. خليني خبرك أول شيء عن فالك ببالك. فالك ببالك هي حكاية طويلة. لما كنا صغار ستي كانت تقرأ لنا بورق الشدة أخبار الحب، كل ورقة بترمز عندها لخبرية وكل خبرية في من وراها سؤال، بالنهاية منشوف هالورق شو بيخبرنا. اليوم أنت جاهز نفتح الورق؟ جاهز كل الورق. السؤال اللي ما بتحب تجاوب عليه، علما أنه أنا بشك أنك ما جاوب على سؤال، ولكن أتمنى حتى نسمع منك قصائد أو بعض الشعر أو بعض النصوص اللي أنت بتكتبها، نصوص الجريئة. وفي حال اعترضت على السؤال بتقلي رئيفة بدي ألبس كشتبان، والكشتبان هو اللي بيحمي الأصابع من مخز الإبر، ومنلبس كشاتبين اليوم سواء أنا وأنت. في حال طلعت لك ورقة الجوكر بيقلب السحر على الساحر وبتسألني أنت السؤال. نيه؟ خلينا نشوف أول ورقة شو السؤال اللي بتحمله. عشرة كبة. صلاح، كل الشغل اللي اشتغلته بحياتك، كل الجنة اللي جنيته، شو اللي أكتر شي بتعتبره بحياتك كان كنز؟ كان كنز الكتابة. بحس إنه الكتابة هو كنزي الجميل أو كنزي الوحيد اللي كتير بالحقيقة اكتشفني أكثر ما اكتشفته، لأنه أنا كتير كسول، كتير بوعد وما بوفي بخصوص الكتابة. بيعرف اللي حوالي إنه من 10 سنين بقول لهم عم بنتهي من روايتي وأنا ما عم بنتهي. في الكتابة كنزي الجميل، وبحس إنه يمكن هذا أجمل ما في. يعني أنا ما كتير جيد بعلاقاتي الاجتماعية، ما كتير جيد بحياتي، بس بكتابتي أنا أجمل لما أكتب، أنا أوضح لما أكتب، أنا أكثر إنسانية لما أكتب. وأكثر إثارة للجدل صلاح. يمكن بتحب يمكن تكتب. احكي لي عن روايتك، ذكرت الرواية. هي عمل يبدو لي ستنتهي حياتي دون أن يتم. هي عمل بالحقيقة عن الإجهاض. العمل بيبدأ، هي قصتنا كلياتنا، بس بيبدأ من يعني من المعنى الجسدي أو أول ما تثيروا هاي الكلمة، فبنعرف إنه في يعني الإجهاض دوما بيستدعي امرأة تريد الإجهاض، وهذه بالضرورة أكثر الموجضات هو الأمهات غير الشرعيات أو الحمل غير الشرعي أو النساء العازبات. هو بيحكي عن
اجهاض إحدى صديقاتنا ولنكتشف فيما بعد إنه كلاتنا كنا مجهضين. الطبيب اللي أصر على مبلغ كبير، الشوارع، الناس، وبينتقل العمل من الإجهاض بمعناه الجسدي إلى الإجهاض بمعناه السياسي الإنساني. البلد كان مجهض، أحلامنا كانت مجهضة. بالعكس، صديقتنا بنصف ساعة ورجعت بلا حمل. بس نحن اللي كل يوم، يعني كل ما زاد وعيك عم تكتشفي إنه إجهاضك عم يكون أكبر، أحلامك المجهضة، مشاريعك المجهضة، هذا الوطن اللي كنت مصدقة وكنا مصدقين إنه نحن عايشين فيه ومصدقين إنه وطن، هاي الشوارع اللي مصدقينها إنه شوارع وليست غابات لقنصنة، هاي الحواري اللي كنا نعتقد إنه ممكن نمشي فيها بحرية، وكانت بالحقيقة شراك لأحلامنا وشراك لرغباتنا وشراك لروحنا. العمل هيك بيتمدد ليوصل لنقطة، حتى حكي فيه عن إجهاض مدينة دمشق، إنه عم بحكي عن إجهاض مدينة التاريخي لمدينة دمشق لما حاصر تيمور لانج دمشق. طبعا ما استطاع يقتحمها. قصة جدا رائعة، تاريخية جميلة. ظل شهرين 3 شهور في قطنة محاصرة مدينة دمشق ولم يستطيع دخولها، لأن عامة المدينة كانوا واقفين على أسوارها وحموها. بيكتشف شغلة تيمور لانج رائعة لكسر إجهزة تسمية وحدة صف المقاتلين في تلك المرحلة. فطبعا بيبعت أحد المطبلين له بمنشور بأنه أنا لا أريد اقتحام مدينة دمشق، وإنما أريد جيشي بعد 3 شهور يريد التزود والمؤونة، فتنفتح شهية تجار المدينة. طبعا التاجر وشه مكشوف إذا جاز تسمية للمستهلك في تلك المرحلة وفي كل المراحل. الوسيط دوما رجل الدين، فبيدندلوا له أحد رجال الدين: إذا بتفوتي على الجامع الأموي بتعرفي في أربع محاريب، لأنه كل جماعة كانت كل ملة أو كل إيه كل مذهب، أتباع كل مذهب كانوا يصلوا وراء يعني إمامهم، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية. فبيدندلوا له تقي الدين ابن مفلح الحنبلي لينزل يناقشه، فلما بيناقشه بيقنعوا. المهم تنكسر وحدة صف اللي كانوا على أسوار المدينة حامينا، فبينفتح، بتصير ثغرة، والبعض بيقنعوا، بتنشر أصوات إجازة تسمية. المهم بيفتح المدينة، فبيدخل تيمور لانج ذلك الدخول المذهل في بشاعته وفي جريمته وفي دمه، وبيغمس أصابعه جنوده، بيغمسوا أصابعهم بدم كل السوريين في تلك المرحلة. حتى بنكتوا علينا نحن أهل حلب، بيقولوا علينا بنادي تيمور لانج، دليل على أنه كان اغتصاب بالغ القسوة، كان قتل بالغ السفور. حتى أذكر أني قرأت أنه قطع من الرؤوس كمية من ألوف الرؤوس، لدرجة أنه عمل منها جبل أو تل، وكان برج مقطع الروس. بمنطقة قريبة التجارة بدمشق اليوم، منطقة التجارة، واسمها برج الروس لليوم. لا، هي بالحقيقة مش قريبة للتجارة، هي نهاية شارع القصاع. أي تماما. يعني أنا من سكان باب توما، تسمي باب قلبي توما، لأنه دمشق تعرفي 7 أبواب، إحدى أبواب هي نهاية القصاع. هون كان في منطقة لهلا بسموها برج الروس، مضروبة. إيه بسميها برج الروس. وأنا كتبت في يوم من الأيام مذكراته، لأنه يقال بعد ما طلع من المدينة من دمشق مات على حماره في طريقه قاطعا إلى القاهرة، لأنه هو يعني أخذ حجة لدخل مدينة دمشق أنه كان السلطان برقوق في القاهرة قد اعتقل ابن أخته أطلامش ورفض يعني الإفراج عنه، فعبر حلب وحما وحمص. وطبعا كان قانون بتلك المرحلة، يعني قانون احتلال المدن 3 أيام الاستباحة، إلا مدينة دمشق استباحة طبعا 2 شهر، لأنه مدينة عانى منها كثير وقاسى منها كثير، عرفتي كيف؟ فيقال بأنه مات طبعا هو خارج مدينة دمشق متوجها إلى مصر، كان يمشي ويطلع. فأنا قلت يمكن الكلمة اللي كان بده يكتبها على أسوار مدينة دمشق تيمور لانج، إنه أنا لم تهزمني مدينة حاربني ملوكها،
لأنه هو يعني مرق بحلب، كان نواب الغيبة السلطان برقوق فهربوا، مرق بحما هربوا، بحمص هربوا، إلا بدمشق صمدوا، والعامة هرب كمان نائب دمشق، عامة المدينة اللي صمدوا، مظبوط كلامك، وسميت المنطقة ببرج الروس. فلأصدقائي الحلبيين اللي بحبهم كتير كتير كتير، لأنه أنا أمي حلبية، مدينة رائعة كانت والدتي مثل مدينة حلب. كان وصلوا لمرحلة، لأنه كان كثير يعني ابن تغرى بردع، لكن في كتابه النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة أبدع في وصف فعلا ما ارتكبه من جريمة ومن دم تيمورلنك. فأصدقائي الحلبيين بيقولوا علينا أن احنا إيه، بيقولوا علينا بنادي لتيمورلنك، واغتصب كل نسائنا وجرى دمه في دمنا يبدو، لكن كان قادرين على، قادر دوما الضحية على أنه يتخلص من القاتل، كيف كما إن شاء الله شعبنا السوري في يوم من الأيام قادر أن يتخلص من هذا القاتل القابع هناك على عرش من دم السوريين. صلاح، تهربت من الإجابة عن روايتك، إمتى بدك تخلصها؟ شايفة هربت بذكاء، يعني طلعتني من سيرة، فوتتني بسيرة، وقدموا الذاكرة اللي بتحملها أنت والمعلومات اللي بتحملها جميلة، فأنا مصغية تماما وبشدة يعني. ايه لا هلا بقى صار ممكن جدا، ممكن جدا، ممكن جدا، ايه ممكن اقول انه في يعني لازم طبعا مكتوب منها جزء، يعني جزء منها بسيط بس جدا جدا اوراق يعني، بس رح احاول متى رح احاول بركي 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 هذا العام يعني بعد شوف، المشاهدين حينتظروا إصدارك للرواية، لأنه شوقتنا كلياتنا على فكرة، مو بس أنا، يعني أصدقائنا كلهم هلأ حينتظروا إصدار الرواية، ما عاد ايه موضوع ولد سر. ايه 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 لانه انا بحس يعني هذا الاسقاط التاريخي بالحقيقه، يعني اسقاط حاضري حاضري، اسقاط حاضري يعني بزمان، الله يذكره بالخير وسلام الى هلا ما بعرف تسمعنا الاستاذه فايزه جويش، جويش زوجة المبدع الرائع سعد الله، حتى سعد الله كتب عن جانب من هذا الجانب، كتب في منظمات تاريخيه، جاب سيره المثقف السلطة أو المثقف اللي بيبيع أحيانا حاله يعني، حتى في يوم من الأيام حتى ابن خلدون في تلك المرحلة على عظمته التاريخية، لأنه أيضا بلل يده أو بلل أصابعه بشكل أو بآخر في اغتصاب مدينة دمشق من خلال محاباته أو من خلال يعني خضوعه بشكل أو بآخر وتقبيل يديه وقدميه للسيد الطاغي تيمورلنك. خلينا فأنا نشوف. بودك، أنا بودك راح أكتبه، راح أكتبه، راح أكتبه، راح أكتبه، خلاص بودك. إيه. وعد على الكمون. لا أنا بحب الفلفل الأبيض، لا بعد على الفلفل الحار جدا. طيب حنشوف الكرت الثاني شو بيحمل سؤال. هاي البنت، هاي البنت، البنت السوداء. اليوم أنت بكتاباتك تتقمص فكر الإمرأة، جسد الإمرأة، روح الإمرأة، خذلان المرأة بمنطقتنا العربية. ليه اخترت هذا المربع؟ ليه؟ بالحقيقة إيه؟ لدرجة ما بعرف، لدرجة أحيانا إيه اخترت هذا المربع، لدرجة أحيانا صرت شك، لدرجة صرت شك برجولتي. لدرجة إيه كنت أكتب إنه خلقني، يبدو أن الله خلقني أولا امرأة ثم صرت رجلا لا أعرفه أو لا أفهمه. ليه؟ لأنه أنا بحس يمكن يعني حضارة أي شعب، حضارة أي أمة، حضارة أي إنسان أنا برأيي تبدأ من علاقته ومن تعامله مع المرأة، هذا النصف الآخر. ليه؟ لأنه موروث هائل، موروث هائل يعني أقصى أو قدم المرأة على أنها شر، الكلمة المشهورة لهذا السيد الفهمان جدا اللي قدموه على أساس أنه ما شاء الله حوله يعني باب مدينة العلم، هيك أنا على قول في الحديث النبوي الشريف، أنا مدينة العلم وعلي بابه. هذا الباب الهائل
يعني قدمها على أنها شر، وشر ما فيها، شوف العبارة الجميلة، الغزل الرفيع، وشر ما فيها أنك لا تستطيع الاستغناء عنها، هنا الشر. طبعا كم هائل، تعرفي أنت كم هائل أقصى، كم هائل شيطن المرأة بذهنها، كم هائل يعني الآخر. أنا بقول دوما نحن الثقافة الوحيدة البقيانة في العالم اللي بنتعامل مع المرأة كنصف عقل، كنصف شهادة، كنصف ميراث، كنصف إنسان. المشكلة دوما كان يردوا البعض إنه هذا كل الموروث هيك، كل الديانات أوكي كلها إيه، بس مش مقننة. نحن بالقانون اليوم، يعني بالقانون السوري، كما إنه بقانون معظم هاي البلدان العالم الأسود، المرأة بالقانون أنت نصف إنسان، بالقانون أنت نصف ميراث، بالقانون أنت ما بيحق لك تطلعي مع أولادك، ما بيحق لك تتبني ولد، أنت بالقانون تساقي كعبد إلى فهذا الموروث. ما بعرف ليش خلاني أنحاز، لأنه بحس أنا هذا المنطقة، رغم أنه يعني أكثر يعني أكثر الكائنات يمكن عانت من هذا الظلام، هو هذا الكائن الإنساني المنجب للسؤال، يعني المنجب للمعرفة. يعني سؤال المعرفة، السؤال الأساسي، ما دار بذهن أبي آدم؟ دار بذهن أمي، شلون إنه ليش لماذا لا آكل من هذه الشجرة، وبالتالي أقادر على السقوط إذا بدك، وقادر على خلق عالم أجمل حتى من السماء، وقادر على حل مشاكلي، وقادر على ألا يعني أتلقى اللعنة، وقادر على أن أصنع عالم جميل. أنا بحس هيك، يمكن هيك شفت حالي في يوم من الأيام، إيه وعدت بها. والمشكلة إنه حبيته، يعني تقمصته، ما بعرف، أنا حاسس يعني بحس أنا أصلاً الرجل اللي من الأخير، الرجل اللي ليس نصفه أو ثلاثة أرباعه أنثى، أنا برأيي ليس رجل كاملا أبدا، ولا يعول عليه. شلون؟ مثل ما قال، يعني شوفي هذا يمكن سبقني، بس لا، ما بحس فكرة، بحس اللي فكرة جيدة، فكرة ابن عربي، ما لا, ي... لا لا تعول على ما لا يؤنث، على ما ليس له أنثى. يعني وأنا هذا رأيي، الرجل اللي مو ثلاثة أرباعه أنثى ليس رجل، عرفتي كيف؟ يعني وليس أهلا لأن يكون، حتى أن يسمى. فلذلك أنا بحب هون، إيه بحب، أنا كنت أقول دوما يعني نزلت، يبدو كمان ما نزلت على الأرض، مش أحس حالي من رحم أمي إلى رحم امرأة أخرى، وما زالت تتناقلني هذه الأرحام الرحيمة، كانت فيها من الرحمة والرحمانية ما خلق هيك تصوراتي عن العالم. أنا بتمنى إنه في يوم من الأيام يعني نوصل لمرحلة نتعامل إنسانيا مع هذا الكائن الجميل، مع هذا الكائن اللي منحنا الحياة، مع هذا الكائن الذي يعني يشكلنا. أنا بستغرب كيف دوما أذهل عندما أسمع مثلا الشتائم اللي توجه من الرجال للنساء، وخصوصا إلى الشتائم اللي بتاخذ طابع جنسي هيك، بينسى في لحظة من لحظات أو في كل حياته الرجل، بأنه يعني مستقبل العالم مثل ما قال جوتيه، مستقبل العالم امرأة. ولاحظي دوما، لاحظي دوما، أنا بلاحظها دوما، يعني هذا العداء، يعني العداء أنا بحس للمرأة هو عداء للجمال، هو عداء للفن، هو عداء للوضوح، هو عداء للحياة، للنهر، للبحر. ولذلك كل الايديولوجيات اذا بتشوفي، وكل الناس حتى بيعادوا الناس، مش طبيعيين، يعني ناس عصبيين، شيزوفرينيين، عصبيين، ناس في شي خيط مقطوع، النور مقطوع يعني على رؤوسهم، في نحن ظلام خايفين كامل. النور يقطع عندك صلاح. انت عملت لي رعب من البداية انه ما بتعرف امتى بيقطع النور. لذلك أنا هذا رأيي، يعني النساء عالم 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 عالم. أول درس بالطائفية تعلمته من ستي،
سيرة ستك لعلمتك شتي، أنا كانت اللي ستي تقول النملة تقول النملة الشقرة الله بيكتب لك 7 حسنات، واحدة تقول النملة السوداء. فمرة كتبت لها ما تعرف فين النص، يا ستي كبرت كبرت طبعا السوداء لأنه لابسة ملاية يزم إسلام سني ما هيك، والشعر ذاك المستعمر الأشعر اللي عرفنا سفور. قلت لها كبرت وحبيت يا ستي كل نملات الله، كل هذا النمل شلون، هذا النمل اللي عم شوفه كله نمل رائع وجميل وحرام واحد يقتله. نشوف الكرت اللي بعده. ايه التسعة الكبة، تسعة انا الكبة. معلوماتي ايه معلوماتي بالشد كثير سيئة يعني ما وأنا مثلك على فكرة، أحيانا بصفن كان ابي إذا هي موهوب. نسوني اسمها ولا إثباتي ولا خلص لا هي لا هي كبة. كبة، هي كبة لأنه لسه بتذكر يعني مماحكات أبي وأمي، لأنه كان أبي كثير موهوب ومغرم بالشدة أكثر أكثر ما هو مغرم بالنساء. صلاح، مين هنن الأشخاص اللي بتحبهم كتير وبتقرأ لهم كتير وساهموا بتشكيلك ككاتب وكفيلسوف؟ كثير بحب، كثير بحب بالرواية ما بعرف، بحب كثير خوسيه ساراماغو، بحب كثير 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 وبحسه كثير قريب لقلبي. هلا بحكي بالحداثة إذا جاز تسمية. بحب كثير بوخوفسكي تشارلز، بحسه كثير هيك واحد من أهلي يعني، واحد بيشبهني كثير مثلي هيك رزين. يا سلام أجمله شلون. إيه بحب كثير كتاباته، وبحب كثير 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 ماريو باغاس يوسا، عشقته بروايته امتداح الخالي مثلا، بكل ما كتب، لويزيانا في جبال الأنديز، حلم السلتي، حفلة التيس، كل ما كتب بحبه. إيه بحب كثير بحب كثير بحب كثير. حبيت كثير كمان بزماني من الشعر أبو بورخيس اليوناني العظيم، كازانزاكي العظيم، بالطريق إلى غريكو، بزوربا. بس عند كازانزاكي ما بعرف ليش ما انشهرت رواية أهم رواياته، أنا ما بحسها زوربا. زوربا كان هيك عم يحكي فيها وهو مخمور، يمكن الناس حبته لأنه اقترب كثير من العالم السري النساء. بس الرواية الرائعة اللي حبيتها لزوربا ولا الطريق إلى غريكو، حبيت له الحرية أو الموت. الحرية أو الموت في مشهد ما بيغيب عن ذهني لما يقول له لأبوه فز لقد انتصر، تحررت اليونان، تحررت اليونان، وبيمسك زجاجة. كان أبوه كتير مغرم بالنبيذ مغرم، وبيدلق على القبر بيقول له قم اشرب نخب اليونان الحرة. مين بحب؟ بحب ماركيز، بحبه لماركيز كثير. بحب من العرب كتابنا العرب كثير، بحب رأيك؟ طاهر بن جلون، بحب واسيني كثير، بيكتب حلو واسيني. بيكتب حلو بيكتب حلو بيكتب حلو واسيني. قريت له مسالك الحديد، العربي الأخير، أنثى السراب، مملكة الفراشة. بحب كثير سيرفانتس، بحبه مثلا، كلاسيكيين كثير بحبهم. بحب هنري ميلر بالوشيجة كثير حبيته. فلاسفة بحب كثير كثير كثير، ما بعرف، بحب الكلاسيك، الفلسفة الكلاسيكية كثير، بحب أفلاطون، بحب كثير أقرأ له، كل محاوراته كثير بحبها، بحسه لأنه كان فيها شاعر، وكان فيها كثير إنسان، وكان فيها يدافع عن المدنية والحياة. هذول بحب كانت، بحب هيجل، من الألمان كثير بحب نيتشه، وبشوف الجانب الإنساني فيه يعني. من أيام لمارك تومسون كان مارك تايسون او مايسون تامسون، عندي اياه بجيب لك الكتاب والله، مع مش ببيتي الان، قريت كتاب في علم النفس عم يشرح عم كان عم يشرح على نيتشه، كلام كثير رائع، عم بيعيد الاعتبار الانساني، عكس ما طبعا عكس ما ترجم للغه العربيه انه فيلسوف قوي، هو الرجل اللي كان قوي وكان شاعر ويحب العزف على البيانو كثير وانسان رائع. بحب هايدغر مارتن، بحب اقرا له.
بحب اقرا لنيتشه كثير، بحب اقرا لمارتن هايدغر، بحب اقرا لجون لوك طبعا لانه كان، لا روسو، جان جاك بحبه كثير، بحب بيركسون، كم ضحكنا على انفسنا ونحن عم نقرا له كتاب الضحك مع الرائع كان استاذي بديع الكسم الجميل. هدول بشكل شكل طبعا. بس انا رح اقول لك شغله، يعني انا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ايه بس اقرا كل يوم كل يوم كل يوم كثير 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 كثير، لانه انا ما عندي علاقه بالارض، يعني حصل انه يعني حياتي ما مأهلتني لانه اكون كائن ارضي، يعني كائن في الخرافه، كائن ورقي، يعني كائن دوما مع الورق، فمتفرغ دوما للقراءة فبقرأ كتير. ايه حبيت كتير طبعا. مين في الجزائري اللي بقرأ له كتير الرائع، أستاذ الفلسفة بالسوربون اللي هو محمد أركون مثلا، كتير كتير بوقف عنده، كتير بعيد ما كتبه لأنه ايه بحب جورج طرابيشي أحيانا، في له كتير كتابات مهمة. ايه قريت له من أيام من إسلام النص إلى إسلام الحديث، كتاب جدا مهم. نولتكي الألماني في تاريخ القرآن مثلا، بحب التراث، بقرأ كتير تراث، اشتغل على تفاسير الطبري في القرآن للقرآن الكريم، بحب كتير تراثنا، بقرأ الزمخشري، بقرأ كتير شعر، بقرأ لشعرائنا قدامة كثير، بحب هذا باختصار، بقرأ كل شيء. بس هلا بفتح ورقة جديدة. اي هي البنت الشقرة، ما هيك؟ هي مش السوداء، النملة الشقرة. هي النملة الشقرة اللي قالت لي ستي اقتلها. هي النملة الشقرة. المرأة بحياة صلاح صلاح، مرأت قطعت ولا على ورق فقط؟ لا ما كانت كائن على ورق، لا دوما كانت كائن حي بحياتي، كانت دوما المرأة كائن حي، كائن واقعي بحياتي دوما، ودوما كانت، يعني أنا مستوطنت وأنا مستوطنت نساء، كانت كائن واقعي كتير. لأنه بحس أنه بتصور بلا تاريخ، الإنسان الذي لم رأى في حياته إنسان بلا تاريخ، لأنه التاريخ هو بتشكله الذاكرة، ما هيك؟ جزء كبير منه بتشكله الذاكرة، والذاكرة هي أحداث حياة يعيش الإنسان مع آخرين، مع جملة بشر، وأقرب البشر لما بيرتقي لهي العلاقة بنسميها الخاصة. لا كانت كائن حقيقي، كائن حقيقي جدا، وكائن واقعي جدا جدا. وبس أنا كمان لحد أنا بقول لك شغلة، إنه ما فرق بين، يعني أنا برأيي ما في كائنين، ما في واقعين، ما في واقع وخيال، الواقع خيالي والعكس، يعني أنا ما بميز بين اثنين دوما. يعني ذكي جدا، ذكي جدا بهي، يعني ما بعرف شلون، يعني هو نوع من التهرب ونوع من الذكاء، ذكاء مشان حقيقي دوما حقيقي. ولذلك أنا بقول يعني ما في، يعني لازم تأخذ الأشياء أنا بقول بكل يديك، يعني ما في، أنا دوما كنت بقول ما في نص مرحبا، يا مرحبا يا لا، ما في نصف مواقف بالضبط، ما في أنصاف، يعني ليش لا، فهيك أنا بقول ما بعرف، يعني دوما كنت أنصح، مرة كتبت لابني الشغلة فبقول له فيها، يعني لا تأخذ الأشياء ببعض أصابعك، خذها بكل قلبك أو اتركها، أو اتركها، وحدهم المرتعش عواطفهم يفعلون ذلك، لا تؤاخي امرأة حتى لا تقص مخالب الرجولة أو حلم الصداقة، يا بني ولا تعتمد على ذكر
ولا تصادق رجلا لا يحب دمشق حتى نقي عظامه وكل دمه. يا بني الظلام قلبك إن ضل، والنور إن أشعلت دربها ولو بحرف. لا تبحث عن الله خارجك حتى لا تنام الشياطين بداخلك، وانتظر شروق الشمس من كعب امرأة وأنت تحت أقمارها تصطاد أيائل شفاهها الغنية بالسهر وبالحديث الشريف وبالمطر. الله الله، يعني شهادتي مجروحة حقيقي. كفي كفي ولا تفتح. يا بني ضع ثقة بالأرض حتى تصدق السماء، وبالأنهار حتى تعشقك الينابيع، وبالنساء حتى تنمو رجولتك على أصابع الغيوم، وتهطل رجلا نحيلا كنحلة قويا كالعسل. غطي غطي غيابي بالذكريات حتى إذا أتت بك الريح يوما اسكب فوق قبري زجاجة نبيذ أغسل بها قلبي وأصحو وأخبرك كم من الفراشات هيأت لك، وكم من أغصان التفاح كانت تنبت فوق قلبي وأنت معلق على كتفي أمشي بك حارات دمشق. أريد أن أسألك أية مشاعر كانت تنتاب قلبك الصغير كلوزة ونحن في الطرقات والمساء يلون بالأسود الهواء، وأنت تتمسك بشعري بقوة خوفا عليك وعلينا. يا بني وطنك حريتك كل ما عداها مدن بالية، أهلك عقلك، إخوتك كل أشجار الأرض، دينك الحب، إيمانك الحياة، الله في كل شيء والإنسان أصل الأشياء. يا بني كن أنت وإن أكثرت كن ماء. كن ماء يا بني، يا بني كن أنت وإن أكثرت كن ماء. الله الله يا صلاح، جميل جميل. طبعا هي طويله كثير بس حتى ما اطول لك البرنامج، ما بعرف انا 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 قادر احكي ساعات. انا ما تطفي الكهرباء وانا بألف خير، بضل بسمعك للصبح يعني ما عندي مشكله. اوكي جاهز. شوف الورقه اللي بعدها. ايه اثنين كبه. الاثنين بترمز للدرب اللي كنت عم تحكي عنه بالقصيده، دربك الاخضر. لو قالوا لك اليوم عندك درب ممكن يوصل لسعادة، أي درب بتختار؟ درب يوصل لسعادة والدرب الآخر؟ هلأ مبدئياً الدرب الآخر بس يطلع منحكي فيه. هلأ مبدئياً هذا الدرب ممكن، ما بعرف، ما بحب السعادة لأن السعادة تقتلني ككاتب. السعادة مطيري. لا لا ما بحب السعادة، ما بحب كون سعيد يعني مثل بودلير مثلا. انه ايه ما بحب السعادة. السعادة بتعني انتهاء القصيدة لانه بتعني انتهاء. بحب ان اختار ألمي شلون، والانسان الحر هو من يختار ألمه. يعني انا دوما كنت اقول اخطر ما في الأنظمة الشمولية يعني كلها بيضة وصفرة وحمراء، ان تفرض عليك ألم 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 ليس لك، انت لست تختاريه. انفرضوا عليك ألم آل البروليتاريا وألم الطبقة الخارجة عنك وألم الآخرين. أنا أحب أن أختار ألمي الخاص بي. الإنسان الحر برأيي ما ليه ما تختار سعادتك الخاصة فيك، سعادتك الداخلية؟ سعادتي الداخلية يعني أن تبحث عن أسباب السعادة يعني أن تخسرها شلون. أنا هيك بحس يعني هي السعادة فعل يومي بتجي يمكنك تساعد نحلة على النهوض بدون بحث. أقصد أي من يبحث عن أسباب السعادة يخسر السعادة. مصادفة تساعد نحلة. مصادفة بالضبط بالضبط. سعيدا قد تكون سعيدا أنك تساعد نحلة على النهوض من قعر زجاجي مثلا سقطت فيها خطأ،
كثير كنت شوف هذا النحل اللي بيحب الكتير. اللي بيحب الخمر مثلا الزجاجات أو النبيذة ما وحدة كنت كثير، عطشانة تقدر تشربها أو وتحس نحلة بحس مثلا، سعادة حقيقي. إيه مثلا أضع صحن المي وفتفة الخبز على شباكي حتى يجوا العصافير ياكلوا. ما كب باكل الحليب، باكل حليب حتى الكرتونة سوية بيت لعصفور بالشتاء يوقف عليها يفوت فيها يتخبى. هاي سعادة إنك تساعد إنسان، أو مرة تنزلها من الباص، إنك تساعد إنسان على الصعود إلى السماء على سلم من ماء، برضو انت عم سعادة. تطلع على السما يا زلمه، في عجوز، لا لا، ليه العجوز اللي مجرم بينزل من انت؟ الباص. لا لا لا، كل هذا الحب وكل هذا الاحترام وكذا بلحظه نسفته وطلعته على السما ويلا. لا انا، لا لا لا، قلت على سلم انك من ماء يعني. على سلم من ماء، أن تخرج أنك تساعد إنسانة على الصعود إلى السماء على سلم من ماء، الحب وماء الرغبة. هذا قصدي. لا بالعكس تماما، أنا بقول يمكن خرب العالم، تعرفي أنا أربط خراب العالم من الانتقال من الذكورة إلى من الأمومة من الأمومة إلى الذكورة. هذا رأيي أنا، أبدا هذا رأيي. بتخيلاتي أنا أنه لو كانت الآلهة إناث كانت الحياة ستكون على الأرض أجمل كثيرا. إن شاء الله يطلع جوجل ويسألك أنا إيه. 6 كبة. 6 كبة. الإنسانية، هل تتجزأ منظورك للإنسانية أو موقف إنساني أنت بتعتبره يعني الأسمى مر بحياتك أو قرأت عنه؟ برأيي الأخلاق ما بتتجزأ. هلأ قلت أنا عن كانت، يمكن أجمل، تعرفي معروف الفلسفة الحديثة بأنه كانت فيلسوف الأخلاق يمكن الأول. كتابه مشروع سلام دائم هو اللي على أساسه تأسست شيء اسمه منظمة الأمم المتحدة وفيما بعد مجلس الأمن. مشروعه دوما سلام دائم كان. فكان يقول كلمة أنه يعني الموقف الأخلاقي، الكلام لكانت، الموقف الأخلاقي لا يتجزأ. الأخلاقي معك، واللي مو أخلاقي مع التاني هو واحد بيكذب يعني، لأنه الأخلاقي أخلاقي مع كل الناس. الإنسانية لا ما بتتجزأ، الموقف الأخلاقي لا ما بيتجزأ. أنا بقول يعني لازم الإنسان، مو بس يعني أنا بقول حتى لا خير بإنسان لا إنساني. لا، لأنه الخير يأتي من لما الإنسان يتحلل ويخرج من الضيق فيه، يعني من يخرج من الطائفي وحتى يخرج من الوطني إلى الإنساني. هذا يمكن الموقف الشريف. أنا بقول إنه تصبح حواسك الخمس تحس فيها بكل ما يجري في هاي القارات الخمس، إنك تكون صديق النور في كل مكان، ضد الظلام في كل مكان، مع الناس الطيبين في كل مكان. يؤلمك أن تقتلع شجرة أو يسقي أحدهم وردة بكاز أو بنزين، أو يحرق طفل أو يحرق وردة، بغض النظر أين 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 المكان وجنسية الوردة المحروقة أو هويتها. يؤلمني كل هذا، هاي الإنساني، الموقف الإنساني اللي كتير 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 بحز بنفس، كتير بتذكره، وكتير بتذكر راشيل الأمريكية اللي إجت تركت كل أمريكا وكل 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 عمرها الغض وكل مراهقتها الرائعة، كل شعرها الذهبي الأشقر، كل جسدها الجميل، كل أمريكا بكل روعتها، وإجت لتموت في تحت جنازير مجنزرة إسرائيلية، دفاعاً عن الفلسطينيين، دفاعاً عن الناس عم يتعذبوا، دفاعاً عن الناس عم بيقاسوا من أجل حريتهم. هذا الموقف مثلاً لهلأ كل ما بتذكر هاي المرأة تركت كل شيء من أجل، كثير كثير بتحسس موقف إنساني رائع. وبتذكر كمان في موقف إنساني شخصياً صار معي، إنه
بدق علي الباب أحدهم في يوم من الأيام كنت بسجن وبناولني، رح أرجعك للشخص، بناولني مثلا سيجارة، بمدلي لي سيجارة من تحت الباب، وهو بيعرف إنه كان ممكن يقطعوا أصابعه مثلا. ليش كيف موقف إنسان سجنوك صلاح؟ في كل مكان. ما بعرف، كنت صغير، قالوا عني إنه أنا بكره النظام، ضد النظام، هذا الاشتراكي جدا، الثوري جدا، الممانع، المجامع جدا 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 جدا، ولا وطني، يعني اعتبر انا قديه اعتبر حبسوك؟ الوطن قديه حبسوك؟ انه الوطنيه، لا لانه انت كائن غير وطني، يعني لانه اعتبر ان الوطنيه هي اخر ملاذ للسفر مثل ما بيقول صديقي. حنحكي على الوطن، حنحكي على الوطن عشان ما تحرق لي الوراق. ليه سجنوك؟ لا قديه سجنوك؟ قلت لي كم سنة؟ ما كثير، لا 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 لا، كم شهر، كم قولي شهر؟ كم شهر. إيه، لأنه أمي كانت رجل فاعل جدا. أمي يعني استطاعت بلحظة أن تكتشف السر في اللي خلاني مثلا خلاني يعود لحضنها. مثلا تخليت عن جزء كبير أو عن ما تملك كله من ذهب لإحدى نساء أحد المناضلين الكبار ضد الإمبريالية والرجعية والصهيونية وعملتها ما بعرف إيش المسائل هذول كلهم، وأخرجتني. ولذلك أنا ليش عرفتي ليش بحب النساء؟ لأنه حتى النساء يعني طلعوني من السجن، أمي امرأة واللي طلعتني من السجن، شفتي كيف؟ فالنساء دوما يعني عالم رائع. على سيرة النساء بيطلع لك ختيار. مو جوكر، لا، ختيار. ايه الختيار، ايه كثير ختيار بحب الكبرى. الختيار. أين يرى صلاح الحكمة؟ الحكمة، أراها في كثير، بدك إياها بشيء واحد، بشيء واحد، بشيء واحد. أكثر شيء مهم بالنسبة لك؟ أو أول شيء خطر على بالك مشان ما أعذبك؟ حتى ما تعذبيني، أقول لك بصراحة، أقول لك بصراحة، إيه أول شيء خطر على بالي؟ قبر والدي، أراها في الموت. إيه، أراها لما بوقف، بروح على مقبرة الشيخ رسلان. مشكلته إنه المقبرة قريبة كثير على بيتنا، فكنا نتوقع كل يوم إنه أبي يترك ويجي لعنا يزورنا ويرجع يداوم بأمره، مش مشكلة يعني، لأنه بيتنا كثير قريب. فالحكمة كنت أشوفها لما أروح، لما أفكر إنه ليش ما عم يجي، وأفكر إنه هذا الكائن اللي إجا من آخر الدنيا ومات إجا ومات بسوريا. أنا أبي أصله لأنه تونسي مو سوري، أبي إجا حفاظا على خط دم المستعمر، تعرفي أبناء المستعمرات كانوا يحاربوا مع الجيوش المحتلة، إجا حارب بدمشق، وبعدين هرب من الجيش الفرنسي والتحق مع الثوار السوريين ومات بدمشق، وعشق والدتي وما راح، رغم عرضوا عليه كثير إنه يروح، لأنه كان انحاز لحبيبه وصديقه ديكو، الجنرال ديكو، إلا إنه ما رضي، حارب معه جنرال حكومة جنرال فيشي بيتا، ولما انتصر ديكو أعطاه، حابوا يروحوا كله هذا الجماعة أو الفصيل المغربي، المغاربي كان يسموه تحت التوانس والجزائريين. فأبي كان وحل ولد التوانسي، وحل بدمشق، حب دمشق جدا، وحب أمي من حلب، وقع بحب، فجمع بين دمشق وحلب، أهم عاصمتين للشعر وللعواطف وللحنان، وظل وحل. فالحكمة كنت شوفها بخبره إنه قديش يعني كان الحكمة، يمكن كمان في الغربة بشوفها الحكمة في أن تكون إنسان بكل شيء، شلون؟ مو بس بحياتك، حتى عندما تموت، لأنه الموت، أنا دوما بقول الموت للأحياء وليس للموتى. الكارت اللي بعده. عجبتني كثير هاي اللعبة. 5 كوبا، الخمسة حق العيش. ليه الكاتب
أنا ما بدي أقول بس بعالمنا العربي، لأنه اكتشفت أنه حتى بأوروبا مضطر يشتغل بعمل ما له علاقة بالثقافة، إلا إذا كان في مؤسسات جدا كبيرة وهو يعني كاتب من المشاهير، ممكن يجيب له شوية رصيد لكفاف العيش. إمتى المثقف ببلادنا بده يقدر يشتغل بالشي اللي بيحبه بالثقافة، أو يكون له مردود من أدبه؟ عندما يعشق امرأة يعني قادرة على أن تصرف عليه. دوما يعني هلا هي اكثر. يعني لمعلوماتك كنت من مانسون يمكن مارك مانسون، ايوه مارك مانسون، حتى ما هلا تذكرته، شايف خرخت كبرت كثير، بلغت من الكبر يا تنيا. مارك مانسون اللي عميكته يا صلاح، اتيرت اي طيب كمل لي. اي 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 بس بقول دوما يعني ما زال فيه وعول، يعني اياك ان تقتل الوعول والضباع اللي عم تعوي والذئاب اللي عم تعوي بصدرك حتى لو بلغت 1000 عام. لعلك اي لا مارك بس مانسون شوف، ما كملت لك القلب شباب. ايه يمكن ايه يمكن ايه يمكن ايه يمكن ايه اي اي بقول انا بحب انه من هلا رح اجيب لك سيرتين. بحلم السلتي حكيت لك على ماريو فاغاس يوسا، بحلم السلتي، والسلتي طبعا كانت كلمه تطلق على المتعصبين الايرلنديين، فعم يحكي عن الاستعمار البريطاني للكونغو، وشو كان موقف شو لا كان لازم يكون موقف الايرلنديين، يأيدوا بريطانيا باستعمارها او لا، وكان اذا ايدوها، اذا ما ايدوها يعتبرون البريطانيين خائنين للوطن، واذا ايدوها عم بيخونوا قضيتهم، لانه عم يطلبوا بالحريه، فكيف يطلبوا بالحريه لايرلندا ويقفوا ضد الكونغو الحره. بيقول شغله، انا ما هذا قصدي، بيقول شغله ماريو باغاس يوغا في هذا الروايه، بيقول انه كان عم يشعر لما يشعروا افراد بعض القبائل انه ختيروا ينسحبوا، ياخذوا مؤونه، الختايره ياخذوا مؤونه يفوتوا ادغال الامازون ينتظروا ملاك الموت ياخذون. عرفت كيف؟ انا بقول الكتابه عندنا في العالم العربي، نحن اعداء الكتابه، اعداء الحروف، يعني ما بعرف ليش، ما انا ما حاب احكي سياسه، بس دوما بنجر لهذا يعني السياسي. يعني لاحظي المشروع الوطني، المشروع اللي طرحته ما يسمى بين قوسين الدولة الوطنية، أنا برأيي هي ليست دولة، ما لها علاقة لا بالوطنية، وهي دولة طول عمرها يعني دولة كمبرادور واستعمار وحديث بشكل أو بآخر. فشلت حتى بالمشروع اللي هي طرحته، يعني مثلا محو إلغاء محو الأمية، كنت طالب صغير أنا، وتذكر انه طرحوا يوميتها البعثيين مساله محو الاميه ودورات محو الاميه، بس ما مشوا فيها، لانه بيعرفوا انه يعني انا بقول دوما اي ثوره تبدا من العقل الواعي، العقل الجاهل لا يصنع ثوره، وسبب تعثرنا نحن انا بقول اليوم بثورتنا، بالرغم انه انا بحييها جدا وبقول افضل شيء على عجرها وبجرها وعلى كل ما فيها، شلون افضل شيء سووه السوريين من 100 عام انه ثاروا على هذا الصنم، على هذا التابو، حركوه لهذا مستنقع الخوف، بس الثوره الجاهله ثوره اهوج، والعقل الماضي لا يصنع مستقبل ولا يصنع حضاره. يعني مشكلتنا يمكن فتنا على الثوره السياسيه من غير ثوره ثقافيه. انا بقول اكثر ما نحتاجه هو الثورة الحقيقية، أنا بقول يعني نحن محو الأمية، لأنه هي الخطوة الأولى نحو التحرر، عرفت كيف، نحو رفع الجهل، المقاومة الجهل المقدس. نحن بحاجة لأقلام رصاص مش لرصاص. الكاتب عنا السؤال عن الكتابة، الكاتب العربي حتى الكاتب يعني من الصعب أنه يستطيع يعني كتابته تعيشه، لأنه أولا لاحظي غياب يعني دور النشر، ونشرتي فبتنشري ببلاش من غير فلوس، ما في أي دعم، ما في أي برنامج وطني كان لتنمية أو مساعدة الكتاب الشباب، بالعكس الكاتب بيتحاربوا،
إذا ما كتبتي بخط السلطة وخط النظام وهذا، وإذا كتبتي فمعناتها أنت بطلتي تصيري كاتبة، لأنه دوما الكتابة بشروط هي إلغاء الإبداع. يعني شرط الإبداع الأول هذا الفضاء من الحرية، فلما يحطوكي بجو غير حر فأنت بالأساس حتى مهما كانت أنت موهوبة كسروا موهبتك، ألغوها من أجل شو؟ من أجل، أنا بتذكر الاستكتاب بجريدة الثورة، وأنت عندك تجربة كبيرة بهذا الموضوع وتعرفي أكثر مني. يعني أنا بتذكر يعني ما كان يحس بنفسي إنه أخذ 50 ليرة على 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 استكتاب، كان يحس بنفسي جدا إنه النص يعني يقطع نصه وثلاث أرباعه مرات. يعني مرة سويت دراسة على حيدر حيدر، نسيت اليوم أقوله، ولين حد اللي الأعشاب بحر. تم، لا على الوعول، كتابه بالأول مجموعة القصص لسه ما كان نشر، بس لاحظي كثير الفيس كثير مصر، كثير حاولت تغيرها إلا هو مصر. عواد ما يكتب مواليد 55 بيكتبني مواليد 95، مصغرني 40 سنة حبيبي هذا اللي بيشتغل بالمقام بالفيس. لا الوعول لسه ما كان نشر حيدر قليم الأعشاب البحر، رواية عظيمة طبعا، واحد الناس اللي تربيت على ثقافتهم وعلى جملهم الرائعة، هو وحنا مينا وزكريا تامر، يا سلام هذا الجيل الرائع، يعني انا بحب ما انسى. فمرة كتب دراسة تصدقيني النص يعني شطبوا ثلاثة ارباع النص واعطوني يمكن 50 ليرة بتذكر. فطبيعي يعني، انا بتذكر قريت مرة مقابلة مع السيد الرائع المبدع نجيب محفوظ. نجيب محفوظ بيقول انه انا لا مالي عايش من كتاباتي. نجيب محفوظ اللي اخذت السينما اكثر من روايه له، صعب، ما صعب. بالتالي مضطره انت او بدك تسوي مثل ما قال يعني مانسون انه مثل نيتشه، يعني لولا 3 نساء ما كان عاش الرجل، لانه كان يصرفوا عليه وكان مريض جدا فيراعوه. يعني منهم ايفا، نسيت كنيتها، واحدة منهم ايفا نسيت، هي اللي لولاها كان مات، حتى مات سريريا، يعني مات جسديا. يبدو هيك بده يكون عندك اصدقاء او حدا يصرف، لانه صعب الرواية او الكتابة يعني مسدودة الآفاق. يعني كلياتنا عم نشتغل، لاحظي انت في عملك الصحفي مضطرة انك تربطي نفسك بوظيفة ما حتى تقدري تكتبي آخر الليل جملتين أو 3. أما الكتابة، إيه الكتابة ما تعيش، الكتابة ما فيك تعيشي منها. إيه واضحة عندك يلا كفاية. يا سلام، بتصل جوكر، إيه الجوكر بيقلب لو السحر جيت والساحر قربت وبتسألني أنت برقص. السؤال. يسألك سؤال قوي، سؤال مثل ما كنا نحن اولاد صغار نقول من كعب الدست، يا تتذكري لكعب لطيف الدست؟ يا لطيف يا لطيف. بتحبي؟ بحب. ايه عم تسألني عن الحب المطلق يعني؟ لا لا لا، انا ما بسأل عن المطلق، بسأل عن الخاص. انا دوما أنا كائن ما بقدر أعيش بدون حب. جميل، ايه كفي، ما انتهى السؤال، له فروع الف ب ج س. لا هلا ما عم عيش علاقة حب للأسف، يعني هلا عم حاول بس أقوي مثل ما بيقولوا سيقاني لحتى أقدر أركض بهالغابة. لحتى اقدر احب. الحب بده مثل الكتابة، بده وقت، فما في وقت. ايه وبده سيقان جيدة كمان. ايه يا لئيم ما رح اتورط معك، انا حنفتح الكرت اللي بعده لانه يعني انت باش مين خلق جدل وعمل زعبرة وانا مو قدك. انا اشهد مالي قدك يا صلاح. نفتح الكرت؟ اشهد اشهد وانا اشهد انك امرأة، تفضل. اختيار. انا عكس الحكمة، صلاح صالح.
أنا عكس الحكمة، عكس الحكمة التهور، عكس الحكمة الجنون، عكس الحكمة المجون، عكس الحكمة التهتك، التهور. هذا أنا. شلون؟ العبث. شلون؟ أنا أعبث أحياناً بعلاقاتي، أعبث، أعبث بحياتي، بكتبي، ببيتي. هذا عكس الحكمة، عكس الحكمة أنا. ما في، أنا دوماً بقول يعني بزمانه في كتابه مرداد ميخائيل نعيمي بيقول: من لا يجد، يعني أنا بحس من لا يجد الله في محراب قلبه لن يجده في أي محراب. أنا من دعاة دوما أنه نبحث عن الأشياء داخلنا، يعني ولذلك أنا مرة يعني كتبت أنه اللي بيبحث عن الله خارجه لن يجد إلا الشياطين أمامه. أنا بحب حتى أبحث عن لا حكمة نحن، ونحن كمان يمكن نكون إيه لا حكمة. أنا ما في داعي يشوفها بالآخرين، أنا لأنه أمارس الحكمة بحياتي، غير حكيم، غير مهذب، غير مؤدب، فوضوي جدا، غير محتمل. مشان هيك يمكن فين ما بمشي أثير غبار الجدل إذا التسمية، والسؤال، وغبار السؤال، زوابع، وغبار الطلع، زوابع وأعاصير، وغبار الجمع أيضا. نشوف الكرت اللي بعده. ستة، هذا بيقولوا له يمكن البسطوني، ايه ستة بسطوني السوداء. لا إنسانية عن صلاح صالح. لا إنسانية كل ما هو ضد النور، كل ما هو ضد الإنسان. لا إنسانية تمييز العنصري، لا إنسانية طائفي، لا إنسانية، لا إنسانية تحطيم، تخويف، تعيب الآخر. يعني ما يجري حرب أبشع للإنسانية واللي تتجلى فيها يعني لا إنسانية هي الحرب. كيف؟ لأنه يبدو لي أنه تاريخ الإنسان قتل الإنسان، لا إنسانية في 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 ممارسة أي شكل، أي شكل، أي شكل من أشكال، من أشكال الإرهاب على الآخر، حتى من ال حتى من ال من بدءا من الصوت العالي، من ممارسة التهديد. هذول كثير بكرههم، هذول بيمسكوا إيديهم هيك وفرجوني إصبعتهم سبابتهم. لا إنسانية تخويف إرهاب الآخر حتى ولو صوتا، فما بالك مثلا بإلغاء حياة الآخرين. لا إنسانية اللي عم نشوفه اليوم في وطني، في بلدي، في العالم، في العالم بكل أشكال هذا العالم، ما يمارس على الآخرين من إلغاء، ما يمارس من القتل، ما يمارس من إلغاء. هاي لا إنسانية في أبشع صورة، إنك تحرم إنسان من 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 أبسط حقوقه إلى كل حقوقه، إلى كل حقوقه. لا إنسانية إنك 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 تقطع الحياة، إنك تقطع الحرية، إنك تقطع الكهرباء، إنك تقطع المي، إنك تقطع الحياة، تقطع حد حقه في العمل، حقه في الحياة، حقه بأنه يأخذ حبة أسبرين، حقه بأنه يتعالج، حقه أنه يتعلم. هاي لا إنسانية. كل هاي المواقف أنا كتير، هاي كتير كتير ترفع عندي كتير وتيرة الألم. جرت اسمي لا إنسانية من هون، يعني لا إنسانية من أنك تمر قدامك قدام إنسان وأنك أنك أنك تجرح شجرة. لا إنسانية إنك ترمي من رم، إنك من إنك ترمي رصاصة على آخر، أو ترمي سيجارتك على وردة. لا إنسانية من هون، يعني من أولها إلى آخر، من إلى أقصاها، من أول الظلم إلى أقصى، إلى أقصى، إلى أقصى، إلى أقصى، إلى أقصى. كل ثلاث دقائق يموت إنسان من الفقر والجوع. هاي الشيء بيخلي شعر روحي مو شعر راسي يوقف. وهاي لا إنساني، هاي لا إنساني. لما نفكر بهاي الطريقة بتشوف في هذا العالم قديش هذا العالم بكل ما فيه من دفء ومن حنان، فهو عالم مقصر جدا تجاه الآخرين. هاي لا إنساني، هيك بحس أنا. بعد يمكن خمسة بسطوني. اليوم لو ما كنت بتشتغل أستاذ بالجامعة، شو العمل اللي ممكن تختاره؟ فبشتغل قهوجي، سوي قهوة للناس، قدم قهوة،
ليه اخترت هاي المهنة؟ لأقول لك ليش؟ لأنه فيها ناس كتير وبشوف نماذج كتير، ويمكن لأنه بتساعدني كتير على الكتابة. كتير كنت حب لما أقعد بالنوفرة، والنوفرة أكيد لها جزء كبير بذاكرتك. كنت غار من هذول الناديلي هذا المقهى تحديدا، لأنه كنت أقول أديش بيمروا على راسهم كاركترات رائعة كل يوم. شلون؟ مثقف، ربع مثقف، نص ربع مثقف، عادي، غير عادي، نساء، رجال، أجانب، عرب، سوريين. كنت حب أكون، بالرغم أنه أمي كانت تعدني لمهنة أخرى، يعني أمي كانت ترى بي شيخا، وبالتالي عطتني للشيخ سعيد في باب مصلى في حكر النعناع عند حكر السرايا. أعمل لك أنا عتي، أنت لساتك صبي، تعرفين لهدول شيء؟ لا أنت بس ما كنت والله تعرفين. شوف ايه. سمعني فيهم حكر السرايا ويعني هدول بعض حكر النعناع هدول مطالع، لأقول لك مطالع العمارة يعني. عند المناخلية، عند المناخلية لقدام بيجيكي على اليمين سوق النحاسين، والمناخلية بصير على يسارك. فكان هون في شيخ اسمه الشيخ سعيد، يعلمنا بالكتاب حتى اتعلم وصير شيخ. امي كانت تعدني جدا لان اكون شيخا، كانت تريدني ان اكون شيخا. سبعة كبة حمراء. صلاح صالح، هل تزوجت وانجبت؟ ايه عندك ولاد؟ عندي ولد اسمه يونس، وهو اسمه يونس بس كتير ما بعرف ليش كيف صار اسمه يونان، ليش صار اسمه يونان ما بعرف، بس بحب الاسم لأنه بيذكرني بالفلسفة اليونانية، بيذكرني بأرسطاليس، بيذكرني بادوخليس ديموقريطس. فإذا عندك ولد وحيد، ما عندك بنات؟ بذكرني بكل هذا التراث الإيطالي هوميروس. لا للأسف الشديد عندي واحد بس، ولد وحيد هلأ الآن بيدرس، شاب يعني هو، بس هو الأطفال دوما أطفال بنظرنا، ما هيك؟ بنشوفهم دوما صغار ما بيكبروا. صحيح. بس بيطولوا لما يناموا، ما بعرف ليش بيطولوا بصيروا أطول، يعني ابني طوله مثلا 180 50. مشاهدينا الكرام، برحب فيكم مرة تانية بلقائنا مع المفكر الفيلسوف والأديب صلاح صالح، واللي بحب قله دائما صلاح قد ما صلح لي وضل بسمي صلاح، وبحس تكرار الاسم ما بعرف ليش هيك بيعمل عندي رنة خاصة بإذني، وبيستمر صلاح معانا اليوم بالحلقة بعد ما اجت الكهرباء، ومنكمل حلقتنا بجزئنا الثاني. كيفك صلاح؟ بخير دوما وشرق اليوم. إيه بس أنا بحس لما تنقطع الكهرباء، يمكن كل الناس مثلي، كان يقول أميل زولا رائد الواقعية الفرنسية، كان يقول كلمة رائعة: عبر عن نفسك بأصالة تصبح أنت الآخرين، أو بصدق. أنا لما تنقطع الكهرباء بحس حدا مسك قلبي هيك عم بيعصه، ما بعرف ليش. النور شغلة رائعة، يمكن أجمل ما في الكون النور، الضوء اللي جواتنا، وأجمل الرجال والنساء أيضا، هدول اللي بيضلوا منورين على طول، فيهم ضوء هيك من جوا مضيئين. وعلى سبيل المزاح لمبة، وعلى سبيل المزاح بتشوفي رجل لمبة أو امرأة نيون مناسبة. ذكرتيني بشغلة، كنت طفل صغير امشي بسوق الحميد، انا مبتل دوما منقوع بالذكريات، في سوق الحميدية كان يحلو لي وقف على واجهات المحلات، إذا بتتذكري كان يحطوا جماعة اللانجري، يحطوا هي يعرضوا ملابس النساء، في يحطوا على نيون مدورة، عرفتي كيف؟ ويحشو بجرائد دوما، كيف؟ فأي المرأة النيونة والرجل اللمبة.
تتذكريها؟ انتوا ما تتذكروا، انتوا ناس اوادم كثير، دوما النسيان. هلا الاعتراف على الكاميرا فضيلة. قد افقدها. اي 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 اي. طيب نبلش نسحب كروتنا لليوم. ايه تمام. نين بسطوني، هاي سوداء بسطوني. الغربة عند صلاح صالح. الغربة، ايه الغربة، رح اقول لك شو الغربة. اولا انا بتذكر يعني ممكن من 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 زمن طويل كتبت كلمة لوالدتي مرة عم تقول لي ما اشتقت لنا، قلت لها كثير، كنت عم بدرس بكييف وطالع هناك، قلت لها الغربة باختصار ومش باختصار بوسع قد الكون، الغربة أن تصب فنجان قهوتك هنا أن تشربه هناك. أنا بحس الغربة هذا الانشطار الكائن إلى اثنين. كنت أمشي بأسواق لما كنت الصيف الماضي، كنت بزيارة هيك كنت عند ابني بفرنسا، فلما كنت شوف نمشي السوق الشعبي كنت أقول له طلع كل واحد عم بيشم ريحة النعناع أو عم بيشم ريحة الخيار، تلاقيه هدول المغتربين مساكين، عرفوا مغترب. الغربة أنه أنت دوما في يعني مقسوم على اثنين، أنت لست أبدا كلك أبدا، لأنه بالضرورة يعني نصفك هناك. خاصة أنا بقول يعني، ومرة كتبت أيضا أنه كلنا في الغربة يهود. لاحظي كنا يعني عشت أنا فترة طويلة كنت شباب، لما يعني الحي الجزائري أو الحي حتى السكن اللي كنا ساكنين فيه كطلبة، فدوما يحرصوا الجزائريين أنه مثلا يسكنوا حد بعضهم، السوريين حد بعضهم بغرف طلابية، فلأنه حتى يعيدوا إنتاج وطنون، عرفتي كيف؟ فالحي اللاتيني فرنسا، الحي الصيني، الحي الفيتنام، ليه؟ لأنه دوما أنت بحاجة لإعادة إنتاج الذاكرة. بالمناسبة رح حيل هلأ على سؤال المرأة لما قلتي الكتب وليش يعني الثقافة، وأنه لأنه أهم ما يعمل أي لحظة، أي أهم ما يعمل أي استعمار عليه هو إلغاء الذاكرة. يعني مثلا لما كان هتلر أو أحد أهم إنجازات كانت الوظائف اللي أسندها هتلر للشبيبة الهتلرية في يوم من الأيام اللي هي إحراق الكتب، لأنه إحراق للذاكرة، إحراق للمكان. في كل مرة بيكون في استعمار بيحرقوا فيه المكتبات قبل كل شيء، يعني مكتبة الإسكندرية بغداد وقت اللي تم احتلالها بالضبط مكتبة الإسكندرية لأحد أحد يعني أحد خلفائنا الكبار والراشدين جدا تحوم حوله شبهات في حرقها، هولاكو لما حرق بغداد وبقيت أنهار بغداد دجلة والفرات سود من الحبر، إلى الحفلات اللي كان ينظمها هتلر للشباب الهتلرية. يعني في رواية رائعة بالمناسبة، يمكن تفاجأت، لسويسري ماركوس زو ساك، صارت فيلم اللي هي سارقة الكتب. فلما تحكي البطلة هيك المراهقة أنه كيف كانت يعني تسرق لما يدعوهم لإحراق الكتب، كيف تحاول تسرق كتاب، وسرقة كتابتها كانت تعني أنك أنت معادي للهتلرية، وكان ممكن تؤدي للإعدام تماماً. لاحظي المرحلة الشيوعية البلشفية، كان يكفي أن يكون كتاب عندك بالبيت، خاصة إذا بلغة أجنبية أو لكاتب حتى مترجم لكن كاتب غربي، كان يكفي لاتهامك يتهمك البوليس والكي جي بي الروسي بأنك أنت معادية للشعب ومعادية للثورة مثلا، وتهمتها أعدام. لذلك الغربة أنا بقول هي إعادة إنتاج للذاكرة المفقودة. والله عندي نصوص كتير، أنا آسف كتير دوما وخطر عبالي هذا السؤال اليوم هيك، تعرفيني أنا ما بنظم أموري بس قريت نص اللي حول هذا الغربة. إيه الغربة؟ أنت الهنا والهناك. أذكر مرة شعرنا الكبير الرائع محمد المغوط لما كان يكتب في مجلة المستقبل أظن،
أسبوعياً. كان مرة قال وفي كتابه سأخون وطني يمكن منشور هذا النص، كان يقول أنه أنا يا دكتور لما بسافر بموت بدي أرجع، ولما برجع بموت بدي أطلع، فأحسن شيء حطني بقاعة الانتظار، لا برا ولا جوا. لاحظي هذا شعور غريب فعلا. يعني أنت كل يوم الصبح أنا واثق وأي واحد فينا بصف فنجان قهوته هون، بس بيشربه هنيك، ينام هنا يحلم هناك، يمشي هنا يتذكر هناك. أنا من تجربتي الشخصية أطلق أسماء كثير من الشوارع بكييف، يعني جزء كبير من حياتي طبعا لأنه مقيم شبه مقيم هناك أو أكثر من مقيم هناك وقاعد هناك، فكنت سمي وما زلت بسمي 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 المدن والشوارع والساحات بأسماء دمشقية. فين بيسألني صديقي فين ماشي، فبقول له رايح على سوق الهال، وبقول له رايح على المناخلية، وهي دوار باب توما، وهذا باب السلقلة، حتى تضل الذاكرة. لذلك أنا بقول لأصدقائي اكتبوا، لأنه كل كلمة لا تكتبونها يعني يجعل منها الأعداء سهما يوجهوا إلى قلوبنا وإلى ذاكرتنا. والأشياء كلها ذكرى. يعني أنا مع باشلار لما قال الوطن ذكرى، الوطن مو أجمل وأقبح. أنت اليوم بألمانيا بمدينة رائعة، بس الوطن مو حجار، الوطن ذكرياتك، فين مشيتي، أهلك، ناسك، أول طبلة، أول حب، أول مدرسة، أول صديق. الوطن ذكرى، صح، الوطن مجمل وأقبح. أنا عشت بمدن من كريستال، تعرفي، من كريستال تلمع لا تنام وتلمع، وشوارعها أنظف من بيوتنا، هاي اللي نحن بنعتبر حالنا كتير ما شاء الله أنظف، بس دوما كنت لما أمشي دوما أتذكر هنيك، أنا كنت أمشي هنا وأحلم أني هناك. روحك بالضبط. الغربة هي المطارات الجاثمة بقلوبنا، هي الطائرات الوحوش المعدنية البيضاء، تلويحة أمي يعني وهي عم تودع. دوما سؤالي أنه يا ترى بكرة لما أرجع بعد سنة، كنت يعني لما كنت طالب، أنه يا ترى مين رح لاقي، مين رح ينقص من هذول السبعة اللي معي مثلا، أو مين من هالستة اللي معي. هاي الغربة، الغربة مثل ما أنا هذا رأيي، الغربة 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 انفجار كوني بجسدك بعقلك براسك دوما. أنا ما قدرت انسجم. يعني كنت أمشي، بتذكري أيام زمان ما كان في هواتف ولا كان في نت، فكان درجة حرارة ناقص 40، أنا دفيان على أمل لاقي رسالة من أمي في البريد أو من أخوتي. كان السقيع يجي، كنت أكتب لهم أنه السقيع عندما أفتح صندوق البريد ولا رسائل منكم. الغربة قصة دوما في هذا الحلق، ونشيج وبكاء احتراق ما بعده احتراق. أنا بعرف وبقدر، ولذلك هذول اللي باسمه السوريين بين داخل وخارج، ما في داخل وخارج، السوري كله سوري أينما وضعته في أي مكان. واللي باسمه أنه أنت برا وأنت جوا، لا، كلاتنا جوا. لا أعتقد أن هناك سوري واحد محامل هو في أقصى بلاد الله محامل صورة أو صورة أبوه أو صورة أخوه في ذاكرة أو صورة بيته ذكرياته. هاي الغربة. وعندي ما بعرف هلأ في إطار حديثنا، إذا وجدت النص عليك يعني. شوفوا عندك. أنا اليوم عبالي اسمع نصوصك على فكرة. يعني هلأ كنت عم بصفهم بورق الشدة، أي سؤال بده يطلع بدي أقول لك اقرأ لي شعر. لذلك رح أقرأ لك، يعني هلأ بقرأ لك شغلة. لذلك لاحظي يعني نتاج الغربة، صار الصوت يمكن هو العضو الوحيد فينا. شلون؟ يعني مرة أنا كتبت أنه صار الصوت هو العضو الجنسي الوحيد الذي يمتلكه السوري في غربته. يا أصوات العالم اتحدوا، يا أجساد النساء اتحدنا، حتى نعود إلى فراشنا العاري بدمشق الفارهة كنهد مؤمن. اليوم هذا هو، يعني أنا بقول هاي الغربة موت 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 معلن، مش موت غير معلن، لا موت معلن. أنا أعتبر كل غريب هو شاهد لقبره الذي يمشي على قدمين. نحن قبور نمشي على أقدامنا في الغربة.
وفي الوطن نحن جنازات أيضا، أي المشكلة؟ وفي الوطن نحن جنازات. محزن محزن. شعب بهالعراقة يشعر بهالسوداوية. ما في، لم يتبقى لنا، يعني لم يتبقى لنا يمكن إلا 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 الغربة. ولذلك قال في يوم من الأيام أبو حيان التوحيدي بأنه أغرب الغرباء غريب في دياره وأهله. نحن نعيش هاي الغربة القاسية، هاي الغربة القاسية. لكن مع ذلك لاحظي كم السوري إنسان، كم السوريون أو السوري إنسان عظيم، أنه كنا نطلق يعني على 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 المجازر أسماء وطن. يعني أنا دوما كنت أقول أنه هذا ليس وطنا، هذا مجزرة ومقبرة، وهلأ صارت مجنزرة ما شاء الله حولهم. مع ذلك قادر السوري، كل سوري شاعر أنا بحسه، وكل سوري حكاء، وكل سوري روائي، قادرين دوما أنه مثل ما كانت أمي وأمك تقول، قادرين دوما أنه شو نسوي، نلبس الموت سكر أو نرش على الموت سكر، بيرش على الموت سكر. صحيح، سوريين أقدر الناس يمكن على 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 تعرف بعلم النفس، بما أنك بتدرس فلسفة، بعلم النفس بيسموها هاي ريفريمينج، انك انك تلبس الاسود ابيض، انك تعيش، انك تشترح الحياه. ما في اجمل من صناعه الحياه. ويبدو يبدو يبدو انه يبدو الحياه كل يوم تتشح بالسواد اكثر، مش بالاسود، بالاسود الاكثر قتامه. ايه بالاسود الاكثر قتامه. يعني دوما يعني لاحظي قديش أصبحت الحياة سكنة عسكرية نعيشها، فرق أمن مفتوح بكل مكان، مثل ما كتب لوركا، يعني أنت معتقلة مؤجلة، أنت قتيل مؤجل، أنت معتقل مؤجل في كل مكان. يعني الموت ينتظرنا في هذا الوطن الجميل، والسوري ما بيستحقوا إلا كل نور، ولا كل ورد. يمكن الكائن الوحيد في العالم أنا بحس السوري اللي بيحمل الورد بجيبته، واللي بيصنع من الورد حتى مربى بياكله للورد. وصل السوري لمرحلة في حلب رائعين طبعا في صناعة الورد، في مربى ورد. الألمان هون ما كانوا يصدقوا إنه أنتوا حتى ورد بتاكلوا، إنه الحلو تبعكم، الحلو تبعكم بتعملوه بالورد. يعني كانت مفاجأة بالنسبة للألمان اللي بعرفهم لما سمعوا القصة. قديش جميل. ووردنا ما بيعطي عطر بغير أرض صلاح. إيه حتى ياسمين، أنا شفت ياسمين بألمانيا. إيه ما في عطر. كنت بالصيف بجولة زرت هيك شوي. بكل أوروبا في ورد كتير بس ما في عطر. زرت فرنسا، هولندا، ألمانيا، ومدن كثيرة ما كنت حس إنه فيها رائحة. في وقت بتكون بالشام أو بسوريا بالعموم، ببلاد الشام، قد ما كل شيء عنا عطره فواح، حتى الخضار عطره فواح، الفواكه، الثمار عطره فواح. لما بتشوف مزارع التوليب ومزارع الورد بأوروبا بتقول يا إلهي، إذا أنا كنت على بعد كذا ميل أو كيلومتر من هالمزرعة ممكن شم العطر. وبتتفاجأ لما بتزورها بتكتشف أنه زهور من البلاستيك. ما فيها شيء. مشان هيك بقول لك، نحن بلاحظ، انا بس شفت واحد عم بيشم شغله بقول له هذا غريب، هذا مش الماني اصلي ولا فرنسي اصلي ولا مشيت بكولين بالمانيا، حلوه ذكرتني بباب شرقي، خاصه هاي طلعت الاشله في عندنا حاره المسك، لانه بتفوح منها عند اولاد، عند طلعت حنانيا، عرفت كيف؟ أنا مسكون بهاي الأمكنة، ما بتشمي بس رائحة. لا أوكي، ذكرتني باب شري بس بلا رائحة. يعني هو الجسد رائحة. تذكر لما حكينا على الكتابة، ليش الكتابة، يعني الكتاب بتحبيه أكثر الكتاب المطبوع، لأنه في رائحة، في رائحة الشجر، في رائحة أطفال عمال المطابع، رائحة نساء العالقة بأصابعهم اللي صفوا الحروف فيها. شلون ما الكتابة، أنا بقولها دوما مثل الجنس على النت، في كل شيء بس بلا رائحة، ما له رائحة. في جسد الحبيب بس لكن بلا رائحة. هناك أيضا جسد الكتاب موجود لكن بلا رائحة. شلون؟ يعني هيك أنا هذا رأيي.
الرائحة هي 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 الأشياء. أنا بقول دوما يعني بيجمعني من الناس، بحدد موقفي أنا من علاقاتي الجديدة دوما، بقول اللي بيخليني أحب حدا أو صادقه الصوت والرائحة واللون. هيك بشرات علاقة الحواس بالشعر عندك عالية. وفي ناس رائحتها ما طيبة، ما بسوي أصدقائي. وفي ناس صوتهم هيك ما حلو، مثلا لما يحكي معك رجل بس تحسي مثلا شيء عم بيزقزق، أو صوت فارة مثلا عم تحكي مثلا، مو هذا مو صوت لرجل أو هذا مو صوت لامرأة، خلاص بكسر يعني، ما عاد بشرب فنجان قهوة وبروح ما عاد بنلتقي. حواس، الحواس عندك بتأثر كتير. هاي خربت. أرالك نص صغير. شلون أنا كنت مخلي للختام. لا لا بتقرأ لي كتير نصوص، بدك تقرأ لي كتير نصوص. حافتح الورقة، أنا بيّنت عندي لأنه لما رفعتها. إنها السبعة البسطوني. تمام. كنت بدي أسألك فيها للسبعة عن إحساسك قدي حتأثر أنت بالجيل القادم بقصادك. بتصوري يمكن رح خليهم يحبوا الشم أكتر يستعملوا حواسهم أكتر، ويكتشفوا عروقة، يكتشفوا مفاصلة صغيرة، يكتشفوا حيطانة طينة، رائحتها أكتر يحسوا فيها أكتر. يمكن إذا استطعت هذا أكون كتير 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 سويت شيء رائع. يمكن هيك قدر سوي يمكن. وخليهم نعلمهم البكاء، لأنه أنا بحس يعني حاسة البكاء يفتقدها كل إنسان منه إنسان، لأنه البكاء بيخلينا نعيد لإنسانيتنا ألقها. أحيانا عم حس لأنه في كتير ناس عم بيشوفوا كل هذا الدم وعم يضحكوا، عم يشوفوا كل هذا الدم ويعتبروه طبيعي. يمكن عم نفتقد كتير من حواسنا الإنسانية. بعلمهم أنا كل نص بحاول إنه خلي الآخر يبكي أو يفكر يبكي أو يبكي فعلا. وكتير سعيد لما بتلقى هيك يعني من أصدقائي اللي بيقروا إنه عم نبكي كل ما قرينا لك بعض النصوص. صلاح أنا بحاول أعلم الناس البكاء، رجعون ليستعملوا حاسة البكاء لأنه من أجمل حواسنا، لأنه عندما أنا بقول يتجمد أو يتجلط الروح الإنساني ببطل يبكي. البكاء دوما للأقوياء وللناس اللي كتير إحساسهم بالحياة عالي. مشان هيك بحاول، يا ريت استطيع أثر بمن يقرأ أو في يوم من الأيام راح يشوف صلاح صالح أو يقرأ له صلاح صالح. أعطينا قصيدة، هات القصيدة اللي كنت محضرة. هي هيك شغلة بسيطة. وفي الختام أقوى. عم أقول ليش مغبش عيوني؟ لسه ما بدأت اللي ختام. أنا لازم بدل دوما. وفي الختام أقوى من الحرب السلام، ومن الطائرات الحمام، ومن الرصاص الكلام. لا يدرك الطغاة أن السلاح موت مؤقت، وأن الحياة تموت لتحيا من جديد، وأن لا فرق بين الأسياد والعبيد، وأن الوطن الشعار والجمهورية النشيد، كالدخان والذهان والعقل المشتت، وأن لا بقاء للأوسمة وإجازات الجنود، ولا للرسالة الخالدة، ولا للمجد، ولا للخلود. ولا الزعيم خالد. النصر. ولا الزعيم خالد. ولا النصر ولا الصمود. كلنا لاجئون وطن ومواطنون على الحدود. هلأ خلصت هلأ فيك. شوي فكرت خلصت أما لا ما عاد استرجيت. خلصت يا جماعة. فكرت اللي بعد.
لحط هذا النظارات أحسن. الكرت اللي بعده تسعة 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 بسطوني. ستة كانت تقول هي جمعة ناس ما بيحبوك، وهي التسعة اليوم حتقلك مين يا صلاح المجموعة من الأشخاص اللي مستحيل تتقبلون؟ المجموعة اللي مستحيل تقبلها؟ فئة من الناس، مجموعة من الناس اللي انت يعني بتنظر لهم بغرابة وممكن عدائية أو بكره، أو إنه هدول مين؟ ليش؟ هني فيني اختصرها بكلمتين وفيني وسع فيها قد ما بدك، يعني هن الطغاة وهن عبيدهم او انصار، يعني هن هذول اللي بقول دوما بقول يا الله يعني لماذا خلقت الطغاة، يعني اوكي يعني خلقت الذباب وخلقت الجراد وخلقت الصراصير، لماذا كان يجب أن تخلق الطغاة؟ هذول الناس اللي ما ممكن أي طاغية، يعني في طغاة كبار وفي طغاة صغار كثير، بس طغاة يعني شلون؟ يعني في أب طاغية، في صديق طاغية، في إنسان عادي بالشارع طاغية بيمارس عليك دور الطاغية، كيف؟ في مظلومين طغاة، يعني وما أشد وما أنكر ظلامية المظلومين، هذول اللي كل يوم صارعين بمظلومية الحسين مثلا، عرفت كيف؟ يعني هي كل هذول الناس بقول دوما ليش هذول موجودين مفهمون. أنا يعني أنا بحس إنه كل عدو، أنا بحب كل الناس، بس في ناس في نوعية إيه فعلا ما أدرى يعني يكون هيك، لم يخلق من الله تقبل الآخر مهما كان اختلافه عنك. قدي تشعر من 10 أنت بتمتلكها؟ بمتلك شغلة بمتلكها 100% وصفر بالمئة عندما هذا الآخر يكون مع الطغاة، 0%، لكن أتقبل صفره إذا كان مع الظلام، أتقبل اختلافه وتمايزه بالفكر، أتقبل تمايزه باللون بالجنس، لكن أن لا أتقبل، حتى أكون صريح، لا أتقبل يعني، ولا يمكن يكون من أصدقائي، مو بس من أصدقائي، لا يمكن هيك يعني حتى من معارفي البسيطين جدا، أنه إنسان مع طغاة أو إنسان يروج لطاغية أو إنسان ضد النور مع الظلام، هذول لا ليسوا أصدقائي، وحتى نكون صريح ما ممكن يكون معهم صديق، لا 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 يعني لا لا. هلا قدامي يعني على سيرة الأصدقاء، يعني سيرة الأصدقاء طلع لك كرت الصديق. هذا مين هذا؟ هذا الشاب الصديق، هذا الشاب الصديق، هذا الشاب الصديق. خبرني عن طيب. الأصدقاء. أنا أقول يعني كان لي وطن، مرة كتبت بهذا المعنى، ما بعرف إذا هذا كان لي وطن، عدد مواطنيه يعني 6 أو 7 مواطنين. أنا الآن رح أقرأ لك نص مكتوب من زمن طويل بس بحبه. أنا الآن أسكر مع كل أصدقائي الذين تركتهم في دمشق وفي البحر وفي المقابر. يا الله اجمعنا ثانية حتى نتوب معا. تكتب صديقتي عن التقسيم الذي ينتظرنا، تنسى صديقتي أننا انقسمنا. الوطن أصدقاء، أين هم الآن في كل بلاد العالم ومطاراتها وجمعيات ومنظمات الغذاء ينتظرون؟ الوطن يا صديقتي ليس جغرافيا ومحافظات، بشر نحبهم، أصدقاء نسهر معهم، رأس العام نزورهم في العيد، نلتقي على كأس أو قبر. قولي لي أين أصدقاؤك؟ أقول لك إن كانت سوريا تقسمت أو انقسمت أم لا، تبعثرنا وانتثرنا وانفرطت حياتنا كحبات مسبحة أمي أو كسائل لذيذ سكري يخاف عاشق أن يتسرب إلى رحم حبيبته العذراء. العطشان يمسحه بفخذها المرتعش فيزداد رغبة بالاقتراب منه. كم خوفتنا تلك الأغشية وأدهشتنا
تلك النساء. هذا هو الاصدقاء. بحس الوطن المكان كمان المكان أصدقاء. المكان أصدقاء. المكان ناس. المكان بشر بنحبهم أكيد. والذكرى إذا بتلاحظي اليوم إذا هيك وقفتي مع ذاكرتك بتحسيها واقفة عن فلان وفلان 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 من الناس. هذا هو الوطن. أنا هيك بحس. خاصة يعني أوروبا، أوروبا باردة ما بتحتمل يعني حرارة، حرارة أجسادنا أبدا. والمكان، والمكان والمكان هي التسميات. لقد ذاب وطني كما ملعقة سكر في كأس شاي، الكأس مكسورة والروح مقهورة، ولم يبقى إلا هذه الصورة، سوى هذا الموت، سوى هذه الجثث المنثورة. كما الآس في المقابر، كما الناس في المجازر، أيها الناس استعينوا على النسيان بما كانت الذكرى أول حاوية لرمي الأمل وترتيب الجسد في المكان الجديد، وكما القبل وتوضيب السرير. يا حبيبي يا أيها الأمير، هاي وطن. أنا لأنه أنا دمشقي أكثر من دمشق وأعشقها أكثر من العشق، هل للسؤال طريق إليها؟ تراكم الحنين والورد والياسمين والحرب والشهداء والأرامل، وقطعت الطريق لعينيها من سنين، وأنا ألوب أعمى في الطرقات أتلمس مرة نهب حبيبي، ومرة باب الجامع الأموي، ومرة طاولة نحاس في النوفرة، ومرة شجرة ياسمين، ومرة شجرة آس. لماذا كل الطرق تؤدي إلى روما في روما، وكل الطرق تؤدي إلى قلبي في دمشق؟ الله الله. صلاح كل ما بقول بدي أسحب الكرت بتبتدي بقصيدة، والقصايد أنا لا أقاومها، يعني خلص بفقد أسلحتي وبسلم وبرفع الراية البيضاء و... ومستمعة جيدة. خلينا نشوف هذا الكرت. هذا أصل بسطوني. الأصل الأحمر بيسألك عن بلدك الأم، والمفروض الأصل الأسود يسألك عن الوطن، وأنت كنت عم تخبرنا أوردي عن الوطن. لكن الوطن المثالي بالنسبة لصلاح صالح وين ممكن يكون؟ الوطن المثالي، الوطن، الوطن، الوطن المثالي أنا بالنسبة لي صار مفقود. الوطن المثالي بالنسبة لي يعني كان، كان جزء أول بيتنا، كان في، كان في عتبة، بعد العتبة في كان درج صغير. وطني المثالي أمي وأبي كنا وأنا نشرب القهوة، هذا وطني المثالي. أحد أهم يعني محافظاته لهذا الوطن ذهب، ذهبت، أخذ، أخذ الموت. ماتت محافظة رائعة هي أمي، مات محافظ، محافظة أخرى رائعة هو أبي. بقيت، بقيت أنا دائرة النفوس. بقيت أنا دائرة النفوس يعني، هذا وطن. يعني معلش خليني بس أعقب على اللي ذكرته هلا. أنا كنت بحالة من التشويش، ما عم بعرف أضحك ابتسم للتشبيه الجميل إنه الأم والأب محافظات بالوطن، وما عم بعرف أنصدم وأحزن لأنه فقدت هالمحافظات، وما عاد أعرف بالأخير أضحك بسخرية عالية إنك أنت دائرة نفوس. يعني جميل صلاح. قل لك وطن المثالي، رح أرى لك شغلة. هات لنشوف. بترتبط بالسؤال الأول. بيعجبني، بيعجبني ريتسوس، الشاعر اليوناني الرائع. اليونانيين عموما كانوا قدامى وحديث، كان يقول إن، إن حياتك التي ضيعتها هنا أيها الولد، إن حياتك التي ضيعتها هنا
لن تجدها أضمومة هناك. أنا برأيي حياتنا ضيعناها، ما رح تجدها لا في أوروبا ولا. هذا برأيي، يعني على سيرة الغربة وعلى سيرة الوطن. أنا كتبت نص بسيط إن شاء الله ميك. لا مش طويل، 6-7 أسطر. أوروبا باردة لا تحتمل دفء قلوبنا ولا حرارة روحنا الساخنة التي أشوي عليها ذاكرتي حتى تحترق كل الصور والشوارع والبنايات والمقاهي والحارات الضيقة التي كنا فيها نتبادل أجسادنا بفرح غني وبصدق الفراشات وطيبة العصافير التي كانت تلامسنا أحياناً. أين النوفرة؟ هل تجدها في نيس أو باب توما؟ أين السبع طوالع في كييف؟ لقد سفحت قلبي هنا، لن أشربه هناك. أنا مؤمن بالشام، كافر بكل ما عداها، حتى بالنساء اللواتي مني. الحروف على نهودهن وحتى على حبيبات حلماتهن السمر كبن لن أجده في كل مقاهي العالم. وكم نمت في ظل شعرهن وتحت جلد رقابهن. إنها ليست باب توما، إنها باب روحي. إنه ليس المخيم، إنه زهر جسدي وزهر عيوني. إنه شهقة الفلسطينية عندما كانت ترتقي إلى السماء وترتقي جسدي وصرختها، عندما كان ابنها يرتقي شهيدا يرقص تابوته في الشوارع تحت غرفه كان يعيش، تحت غرفة كان يعيش فيها ويحلم فيها بفلسطين وامرأة وأطفال راعين. حتى الجنازة في المخيم ترقص وتشتهي الحياة فيه. يا الله، كم بعثرتنا كما الغبار ونحن أنقياء ونؤمن بك كما ليس يؤمن بك أحد سوانا. يا الله، هل حقا تحبنا؟ يا الله، هل حقا ترى؟ الله، هذا وطن، هذا وطن. صلاح، شوف الكرت هاد اللي بعده. هو المفروض الشاب الصديق، لكن أنت هلأ كنت عم تلقي قصيدة ذكرت فيها الشاب الفلسطيني الشهيد. ومن فترة قريبة كنت كاتب بوست عن القضية الفلسطينية وأثرت جدل وغبار وزوابع وأعاصير، وتمت مهاجمتك بطريقة شنيعة، يعني لا تستحقها، لا تستحقها، لأنه أنا يعني بيتهيألي بقدر أقرأ اليوم مواقفك بشكل كتير واضح. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ لا أقول لك شو اللي صار. أنا دوما يعني كنت وما زلت لا أرى فلسطين ولا أحبها ولا أراها في الشعارات أبدا. يعني أنا كنت أحب، ما كنت أحب فلسطين لا بالخالصة ولا بجبهة التحرير ولا بالجبهة الديمقراطية ولا بالجبهة الشعبية ولا بفتح ولا بحركة حماس. كل هذا أصلا أنا بحس أنهم هم أكثر بعدا عن فلسطين من الآخرين الذين يحاربونه. أنا كنت حس فلسطين أصدقائي، فلسطين صديقتي اليوم في يوم الأيام، حبيبتي الأولى الفلسطينية اللي كنت شوف يعني نهديها أجمل من كل بيارات فلسطين وبطنها كل سهول قلقيلية مثلا. أنا مع فلسطين الإنسان. أنا قلت عاشت فلسطين يعني حرة تحت الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يبدو لي أنه تحت الاحتلال الفلسطيني فلسطين تذهب بعيداً. يعني اليوم اللي عم بيك، أنا ما بفهم سياسي، بس لما بحكي سياسي إيه ما بعرف بحكيها شعر أو بحكي، يعني أنا اليوم رأيي أن فلسطين تذهب بعيداً عن 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 فلسطين نتيجة أن فلسطين تحت الاحتلال الفلسطيني. شو بسمي اليوم يعني انقسام حركة حماس احتلال؟ شو بسمي في غزة؟ هل هناك يعني قوات لهم علاقة بفلسطين؟ أكيد لا. يعني كل إنجازاتهم أن حولوا حياة فلسطيني من فوق الأرض تحت الأرض في أنفاق في النهاية ملأتها إسرائيل في المياه الآسنة، يعني أو حركة فتح أو كل هاي الحركات اللي بالنهاية أيضا لحظي اللي هن كانوا ينادوا بالحرية والتقدم لهم، وهن أعداء الحرية، حرية الشعوب الآخرين، كانوا أعداء حقيقيين للشعب السوري كلهم يسارا ويمينا. يعني من أيام من سنتين يمكن أو من سنة عقدت
الجبهة الشعبية لحكيم ما كان يسمى حكيم الثورة جورج حبش، مؤتمرها تحت صورة للأسد القاتل طوله 5 متر 10 متر مثلا. شوف الهجوم اللي تلقاته الثورة والسوريين من الأخ نايف حواتمي هذا اليساري المر مثلا. شوف الهجاء العظيم اللي حكى، ما بعرف أنا كيف ممكن تكون أديب أصلا وتكون مع الظلام، أنا ما بتركب عندي. أنا برأيي كل من يمتهن الحرف إذا لم يكن مع النور فهو مش حقيقي. مثلا شوف الهجوم اللي تلقيناه والشتائم اللي انبثقت عن مبولة مش فم، إلا أنه مبولة رشاد أبو شاور مثلا، أو تواليت، أو مبولة خالد أبو خالد مثلا، أو حتى صالح علماني هذا الرجل اللي ترجم تراث الرائع الإسباني مثلا الرائع، كيف بالنهاية كيف حكى بأنه هذا هاي مو ثورة وهذول إرهابيين، وأنه الجيش العربي السوري برأيه يقوم بأشرف وأشرف جيش وأشرف مهمة، هذا الجيش اللي اغتصب أكثر من 100,000 امرأة وحتى أطفال ما سلموا منه يعني، وعمل السوريين بأقصى من قوات احتلال شلون، والدليل عندهم هاي باربي الثورة الفلسطينية، شو اسمها هاي البنت الصغيرة دي هنا اللي اعتقلوها لأنه ضربت جندي إسرائيلي، واللي أبوها كان المديح للأسد وشتم الثورة وشتم السوريين كشعب حتى شلون، وكتبت عنه أنه هل برأيك هالقادة يمثلون الشعب الفلسطيني مواقفه مع الثورة السورية؟ أنا برأيي وهي أول شغلة بسحبها علينا نحن السوريين، ليس نحن كمان نتحمل جزء من المسؤولية، تعالوا ما نهرب كشعوب شلون. أكيد بشار الأسد ما يمثل السوريين، بس السوريين أكيد استكانوا جدا ومارسوا عبودية طوعية جدا، عرفت كيف، حتى كمان أنتجوا 50 سنة من الذل والعبودية. من تبرأ، نحن كمان لنا يد في هاي الجريمة، في 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 جريمة إنتاج الأسد، والفلسطينيين لهم يد في إنتاج. ليش عم بيحاربوا إسرائيل؟ يروح يحاربوا حركات أصلا هي هلا الآن بشكل سافر عم يتعاونوا مع إسرائيل بشكل سافر في تنسيق أمني، وما عاد استحوا وما عاد خجلوا يعني، كان بالأول بالسر يعني شلون، يعني من أيام أنا كانوا عم يحيوا ذكرى غسان كنفاني، أنا بشك أصلاً إنه قتلته مثلا، وفعلا تبين بأنه كثير من الاغتيالات كانت وراء أجهزة الثورة، ما يسمى بين قوسين بالثورة الفلسطينية يعني شلون. أنا خليكم يعني ما كثير أنا مأخوذ بهي المسألة، عرفتي كيف، نحن كمان ليش لا. فأنا برأيي أي، والشتيمة بتعرفي يعني دوما لغة الفراغ، أي وشتمت لهذا الكلام ما كثير، بس بحزن لأنه يعني شوف المستوى، يعني بحزن لأنه المشكلة ليش، أنا بقول دوما ماني مسؤول يعني عن جسد لا أختي ولا جسد أمي شلون، بس إني دوما تعرفي الشتامين دوما بيشتموكي دوما بفروج نسائك دوما شلون، ودوما لما يختلف معك إنسان للأسف الشديد، اليوم واحد بيختلف مع رأيي فما بيختلف مع فكري يعني، دوما أول شيء بيخطر على باله إنه بيشتم جسدها يعني، بيشتمها جسدا ما بيشتمها، اشتمها فكرا يا سيدي معلش، بس مو اشتمني فكرا، قول أنت واحدة ما تفهمي يعني، هو دوما يعني أصدقاء من عمر من 20 سنة ومواقفهم السياسية صدمتني الحقيقة، وما بحب انسب الشعب السوري للطاغيه اللي بيحكمه ولا الشعب الفلسطيني للطغاة اللي عم يقودوه، لهيك انا بوجه احترامي لكل الشعوب اللي بتشوف النور وبتتبع. مش تنسيب لا 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 مش تنسيب ابدا، لا ننتسب للاسد، لكن نتحمل. انا كسوري بعترف، عندي الشجاعه نقول انا كسوري وملايين السوريين تعالوا نتحمل انه نحن كمان صمتنا صمت رهيب يعني، كمان لا ننسى انه جزء كبير مننا، جزء كبير كمان ساهم بانتاج هذا الطاغية يعني شلون، يعني كمان يعني اليوم انت عندك كثير سوريين تتفاجئ انه بعد كل ما جرى في اكثر من هكذا وضوح يعني. يعني عجبتني مرة ظفر النواب بعد أحداث مكة بيقول هل يحتاج دم بهذا الوضوح إلى معجم طبقي لكي يفهمه، يعني الأمور واضحة ولسه في ناس من أيدي ما هيك؟ طيب للأسف نحن للأسف نحن بس مش تنسيب. أوه صار على الكهرباء هون.
هذا الكرت اليوم لو زرت بيتكم بسوريا شو الغرض أو الشيء أو الأمر يلي بتحمله منه وبتروح للمكان الجديد اللي بتعيش فيه؟ الشيء اللي كتير بتمنى أخده من بيت أمي في حال عدت هو كفنها. ذات يوم فتحت غرفة خزانتها فوجدت بدرج أثارني الفضول، وجدت بدرج شيء أبيض، فتحت وجدت قماش أبيض أمتار وحنة وعطر وبعض أشياء، فسأل وبيلون أمي حلبية، فسألت لماما تلا شو هاد؟ قالت لي كفن. تلا يا إلهي العمر الطويل، ما زلتي صبية. قالت ما تعرف، ممكن الموت يدهمنا بأي لحظة. أو ما بحب تتعذبوا تتلبكوا إذا مت على غفلة. هذا الإحساس، هذا القلب الجميل، هذا الحب الرائع، هذا يعني القلب اللي بيحبك هو حي وهو ميت يفكر فيك. فكتير عندي رغبة أخذ هاي الأشياء وخليها من مقتنياتي. طبعا رح أخذك شوي لبعيد، توفيت والدتي خارج دمشق ودفنت في القاهرة في مدافن 60 فيسة، لم تضطر إلى أن تستعمل يعني هذا الكفن. مشان هيك بقول ربما هذا من الأشياء اللي مرت عليها أصابعها، أكيد ثمت نثرات من أصابع جلدها أو من جلد أصابعها مطبوعة عليه. أحب هذا أخذه معي وخلي الذكرى إضافة منها، إضافة لبعض أشياء بقيت، مسبحتها وسجادة صلاتها وجواز سفرها وبطاقة العودة، لأنه زارتني في إحدى المدن وذهبت لعند أختي في القاهرة، وهناك على حين غفلة فعلا توفيت. مشان هيك بحب هذا الشيء الوحيد اللي باخده من بيت أمي. في أشياء كتير بس هذا ما يثير دهشتي، وهذا ما يثير يعني رغبتي في مواصلة عشق هذه المرأة الرائعة. الورقة الأخيرة قصيدة. سأقرأ لك آخر نص كتبته. رح أغني لك طبعا. صوتي ما كتير حلو بس أنا بحب أغني، بحب أدي. مرة من المرات أذكر كنت قاعد مع صديق لي فنان طبعا سوري، وكان من رواد يعني ما سمي بالأغنية هيك البديلة يعني أو الأغنية الجميلة ذات المعنى والبعد الإنساني. أيمن زرقان الفرخ، أخونا بشار زرقان طبعا انشهر أكثر، زرقان فالح، تزوج من فرنسا، من فرنسية جميلة، وفرنسا منحته بعد آخر. مظلومين الناس اللي بيضلوا بالمدن الضيقة مهما كانوا واسعين، فالطريق إلى العالمية أو الطريق إلى الشهرة
يكون ضيقا أمام إبداعاتهم الجميلة. فمرة كنا قاعدين يمكن هيك إذا ما خانتني الذاكرة أيمن أو غير أيمن والله كبرت، دندن بأغنية ما غناها الشيخ إمام ما بعرف ما لحنها لصديقي الجميل حتى إشعار آخر. هذا الإشعار عندما انتهى أو بدأ هذا الإشعار وسقط من قلبي عندما مدح حزب الشياطين، حزب الإيرانيين اللي هو أحمد فؤاد نجم اللي زرته في يوم الأيام في الدرب الأحمر في جبل المؤطن في وسرنا سوا على سطوح البيت حيث مجلس قيادة السطوح كان كاتب عليه. كل أغنية جميلة جدا كاتبها بعرف ليش ما غنت ما حدا غنى. فمرة أنا قاعد بتصور أنا وأيمن أو أنا واحد الأصدقاء وغنينا هي حاولنا نلحن هاي الغنية، فراح سمعك يا بتقول شفتك في الحلم الليلة أمر ونطر كروا بجناح مسحور عاشق وحبيبي الليلة أمر رفرفتي خلعتي الباب والسور عاشق وحبيبي الليلة أمر رفرفتي خلعتي الباب والسور طيران 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 علت طيران وحادفني الشوق عالبيت طيران علت غنيت حتة غنية حبي أمر سلامت يا حمام يا ابو الف جناح يا معدي الساعة في غمضة عين عشاق وبلاد العشق برح والسكة امان طول ما احنا اتنين محبوبتي قصيدة مع المداح وانا غاوي غناوي وانا بني يومين والبحر عانيها وانا الملح انا 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 الملح ده احنا تغربنا وتهنا كتير وخلينا العش من العصافير وسافرنا بلاد وقابلنا عباد وفرقنا كتير وقابلنا كتير بس احنا منعشق مش منتوب وحنفضل نعشق لما ندوب بس احنا منعشق مش منتوب وحنفضل نعشق لما ندوب 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 ندوب. بدي اتشكرك والورق بيخبرك انك دائم التفكير مشغول بالوطن الافلاطوني بداخلك. الكلمة عندك سلاحك القوي مكافح ضد التعصب والجهل. المتلقي عندك بحاجة لرؤية عالية ومنظور مختلف وواسع لتقبل ثروتك الفكرية. أفكارك الصادمة ببعض الأحيان بتجبر المتلقي على إعادة التفكير بالمفاهيم المعاشة والموروثة. أنت عامل مهم بالتغيير القادم عند اللي بيعرفك خصوصا فكريا، وأنت شخص من الناس القلة يلي قدرت تقفز من الصندوق بشجاعة. بتمنى لك كل الخير. مشاهدينا الكرام، نحن بنعتذر منكم للظروف التسجيل السيئة اللي عم يتعرض لها الشاعر والمفكر الأديب صلاح صالح بالحلقة اللي قبلها. وبدي لكم شكرا كتير لأنه طولتوا بالكم علينا. بنتمنى يكون اللقاء مفيد غني وعطاكم صورة أفضل عن هذا الأديب الجميل. ضلوا بألف خير، ديروا بالكم على حالكم وتابعوني بحلقاتي الجاية. طبعا اللايك مثل ما بقولكم دائما على قد المحبة، حطوا لنا لايك وعملوا لنا سبسكرايب لحتى ضلني عم بتشجع ونضلنا هيك مكملين بهمتكم معنا. سلام. فالك ببالك مع رئيفة المصري.